Activities, Content Provider, Service. إذا بقى الكومبوننت الأخير الآن عندنا واللي هو البرودكاست ريسيفر. شو يعني برودكاست ريسيفر؟ مجرد فتشي راح يسوي سبسكرايب الإيفنت راح تصير أما بالسيستم أو بأبليكيشنات أخرى أو بالأبليكيشن الخاص بينا. خلنا نلقي فكرة أو نظرة على الأكشنات اللي يصير. تغير مستوى البطارية، نريد لما يتغير يجي فد خبر أو يجي فد تبليغ للأبليكيشن معتنا أن البطارية تغيرت، وافقها نسوي أكشن معين. يعني نفرض أن نحن نطور لعبة، فأوكي راح ننزل مستوى الجرافيكس إذا البطارية كان مستواها ضعيف على سبيل المثال. فكيف راح نستفاد منهن؟ هذا حسب الحاجة اللي راح نحتاجها. أما كيف راح نبرمجها هو هذا موضوعنا لهذا الدرس. خلينا نفتح أندرويد ستوديو، عندنا هذا البروجكت. كالعادة حتى تسوي أي كومبوننت أساسي فأنت تحتاج الخطوتين. يعني الخطوة الأولى تنشئ كلاس خاص بي، راح أسميه My Broadcast Receiver، وأكيد هذا لازم يسوي extend the class the broadcast receiver الخاص بالاندرويد فريمورك، واكيد بمجموعه من الميثودز اللي راح اسوي لها override واللي هي الاون ريسيف اللي تدز لي الكونتكست وتدز لي انتنت يحتوي على داتا معينه. الخطوه الثانيه الاي كومبوننت اساسي في الابلكيشن اتجه الى المانيفست واقوم بتسجيله ككومبوننت في الابلكيشن الخاص بي. فلذلك انا راح اسجل هالمره لا سيرفيس ولا بروفايدر ولا اكتيفيتي، حسجل ريسيفر او برودكاست ريسيفر، واكيد النيم اللي هو اسم الكلاس المسؤول عليه. طيب اذا هذا صار جاهز. طيب لازم نحدد شنو الاكشنز اللي يريد برنامجها يستلمها. لكن قبل هذا اكفت خاصيه اسمها اكسبورتد، راح اخليها تكون ترو حتى يقدر يسوي لسن لهذه الاشياء اللي خارجة من النظام او للاكتيف او للايفنتس اللي هي اصلا مو موجهه للتطبيق. يعني مثلا هبوط البطاريه مو موجه للتطبيق، فنخلي اكسبورتد ترو، راح ياخذ كل الايفنتات الموجهه للابلكيشن والموجهه بس. اكيد انا لازم احددها من خلال عمل انتنت فلتر، وبداخل انتنت فلتر هذا راح اخلي اكشن تلاحظون مثل الاكتيفيتي، والنيم راح تطلع لي هنا التفاصيل كامله بالاوتو كومبليت. ايربلين مود من يتغير يعني وضع الطيران، تغير الباتري، الباتري يتغير، عفوا باتري ضعيف، باتري يتغير، اتصل بالكهرباء، طفيت الشاشة، افصلته من الشحن، سويت له شات داون، لما الباتري بوضع زين، لما يكمل البوت اذا تريد مثلا تسوي فتح شغلة اول ما يشتغل الجهاز هنا هاي حلوة، اذا ضغطت على الكاميرا بوتون اذا بعض الاجهزة بيها، والى اخره من الايفنتس اللي ممكن نسوي لسننج عليها حسب كيس تفيدنا. هل تحدث عن شيء انه هذه الايفنتس كلها متاحه اليوم قد لا تكون متاحه غدا، لان كانت اكو كثير من الامور متاحه بالسابق واصبحت غير متاحه. وواحد من الامثله عليها لما تيك بيكتشر، كان تخلي ايفنت انه بس طق صوره، اوكي انت برنامجك راح يعرف انه طقت صوره بالجهاز، وهذا الشيء طبعا ما يعتبر لطيف حاليا بالسكيورتي، فلذلك انشال هذا وغيره. وحتقدر تسرش على الانترنت كم كمية البرودكاست ريسيفرز المتوفرة بالسيستم اللي تم إلغاها. إذا خلنا نجرب أول برودكاست ريسيفر أو أول أكشن ممكن يصير واللي هو الأيربلين مود. طبعا تقدر تخلي البرنامج مالتك يسوي لسن لعدة أكشن، مجرد راح تفتح أكشن ثاني وهذا الأكشن أيضا تنطي اسم، ولنقل مثلا الباتري لو. بهذا الشكل أنا راح أخلي البرودكاست ريسيفر لهذا الكلاس أو هذا البرودكاست ريسيفر أنه يقدر يوصل أو يسوي لسن للتغييرات اللي يصير هنا سواء بالأيربلين مود، يعني يتفعل وينطفي أو ينزل الباتري. طيب الآن أني في المين أكتيفيتي لازم أسجل أو في أي مكان لازم أسجل هذا البرودكاست ريسيفر بالبرنامج. فكيف أني راح أسجل برودكاست ريسيفر عندي برنامجي؟ احتاج اعرف اوبجكت من البرودكاست ريسيفر من الكلاس اللي سويناه، احنا نسميناه ماي برودكاست ريسيفر. هذه اول خطوه. الخطوه الثانيه يحتاج اني اعرف انتنت
أو خلينا نسميه filter مباشرة، ونعرف object من نوع intent filter. بعد هذا الفلتر راح أضيف للأكشنز اللي أنا متاحة عندي. الآن هناك خالهم بالأكس أم أل عرفتهن، الآن أنا أضيفهن واللي منهن مثلا intent dot action airplane mode change. الآن راح أجستدي register receiver وراح أمرر للأوبجكت اللي سويته من البرودكاست receiver وأمرر للفلتر اللي سويته. هذا register receiver هي عبارة عن function تستدعى على الكونتكست، يعني ممكن تستدعيها على الابليكيشن كونتكست، وبما أنه أنا بداخل الاكتيفيتي فبنستدعيها مباشرة، والاكتيفيتي بالنهاية أيضا راح توصل إلى كونتكست. طيب الآن صار register، الآن بقت مسألة أخرى أحتاج أسوي فد action معين لما يصير هذا الevent triggered. عندي هنا اثنين parameter context و intent لازم أنا استفاد من عندهم. طيب خلينا نجي نسوي شغلة. أول شيء يعني ممكن عندي عدة إيفنتات دا أسوي لها تريجرينج، صحيح إحنا نسوي تريجرينج أو لسننج فقط على الأيربلين، فراح أجي أخلي فتاق معين هاي على السريع، وراح أجي أقول له P1 اللي هو الانتنت دوت أكشن، خلينا نقول له دوت تو سترينج. خلنا نشوف شنو اسم الاكشن اللي يصير لما نيجي نرسيف. نجيب الاميوليتر، راح نجي نفعل هذا الوضع، نطفي هذا الوضع. اذا الاكشن هو هذا airplane mode اللي هو بالاصل نفس لو نجي نسوي كليك هنا راح نجي airplane mode. اوكي فحنسوي شغلة حتى نتأكد من الاكشن اللي احنا نسوي لا يصير فد اشكال خطأ. راح نجي نكتب when ومن ثم الparameter one اللي هو عبارة عن intent dot action. لما تكون القيمة مالتها عبارة عن action airplane mode change، حتى اذا اضيف بعدين action اخرى عاد اسوي listening اخليها بشكل منفصل. اوكي لما يكون الاكشن تغيير بالايربلين مود اريدك تسوي لي الكود الاعطي اللي مكتبه هنا، هذا بعد ما احتاجه. انا عندي هذا الانتنت بمجموعه اكسترا داتا راح تجيني معلومات وياه لما تغير الوضع مال اي شيء، فانا شلون اجي اوصل للمعلومات الموجوده؟ حتى توصل للمعلومات الموجوده راح تجي للبي 1.extra. اكو شيء اسمه كي سيت، هذا راح يرجع لي set واللي هو عبارة عن data structure مثل الاراي بس بدون تكرار، فأقدر أسوي for each عليه. خلينا نسوي مرة أخرى log.i، خلينا أستخدم أيضا هذا التاج المخربط، ومن ثم راح أجي أطبع it، راح أطبع الكي لأني دا مر على كل الكي، ومن ثم راح أجي أقول له p1 dot extra dot get. ما اعرف شنو النوع، ما راح احدد get bundle byte char integer string، فبقى اقول له بس get حيرجع لي اني. ومن ثم راح اجي اقول له شنو اللي قاعد اسوي له، الكي هو وينه؟ هو it نفس الكي، يعني دا مر على الكي كله هنا، هذا ممكن يكون null فخليناه safe. الان راح اسوي run من جديد ونروح للاميوليتر. هذا البرنامج شغال الآن، راح أجي أطفي وضع الطيران. أوكي state false أفعله state true، إذا عرفت أكو عندي كي وحدة بس اسمها state وقيمتها أما false أو true boolean، فوافق هذه الكي أنا بعد ما أحتاج هذا الكود حاليا. كل اللي راح أجي أقدر أسويه خلنا نشيك if p1.extra dot get boolean، راح اجي اخذها على state والافضل انه تخليها فتشي constant، اقول له اذا تساوي لي true. طيب ليش قلت له تساوي true هو boolean؟ لان هنا أنا هذا فتشي nullable فممكن يكون true او false او null فما يفيد، ما راح يرجع لي true مباشرة يتعرف عليها الستيتمنت، فلذلك بهاي الحالة يا
يجب أن نقارن هل يساوي true أما بغض النظر عنها إذا كان فقط true أو false boolean nullable فأوكي مباشرة تكتبه. أسوي هنا فد action معين وبالelse أسوي action معين. فخلونا نسوي تست على السريع. نشغل الابليكيشن الآن. أوكي نطفي وضع الطيران. الحمد لله على سلامتك تنزلت من الطيارة. ها هي الأمور تمام. تريد السافر؟ شغلت وضع الطيران. يتمنى لك سفرة سعيدة. هذا مثال بسيط فقط عن الفكرة. فأنت ممكن تستغل هاي الأكشن وبرنامجك حسب الشيء اللي أنت تحتاجه. مو بس هيش تقدر تسوي أنت برودكاست ريسيفر أو تسوي إيفنتات خاصة بيك وترسلها وبرنامج آخر يستقبلها وجزء آخر ببرنامجك ينصت إلها وتستخدم البرودكاست ريسيفر كوسيلة تواصل بين أجزاء مختلفة. وهذا الشيء جدا لطيف. مثلا تستخدمها أنه تشغل سيرفيس معينة أو إلى آخره من الأمور بين أكتيفيتي وبين أكتيفيتي أخرى بين أكتيفيتي وسيرفيس بين سيرفيسز. فجدا شيء مفيد للبرودكاست ريسيفر. إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. شكرا للمشاهدة.